الملجأ قديه في من كلب؟ 100. قديه من قطوس؟ 120. قديه أنقذت من حيوان؟ ما نجمش نحسب برشا. وهذا الكل بدلك حياتك؟ لا. منوبية أنك عضو جمعية حماية الحيوان بتونس، مرحبا بيك. الأقطاس قاعدين يسموا فيهم بخطوطة وكبار صغار كل إحنا اليوم باش نتظاهروا باش نلقاو حل لقتلين الكلاب وسيرتو المعاملة مع الحيوان. وأنا فرحانة اللي توا قاعدين نحكيو يعني على حقوق الحيوانات، خاطر ما كانش عندهم قيمة للحيوانات. منو نكا امباكت في الناس. ان فيت مالوغوزمون في العالم العربي ما عناش قانون يحمي الحيوانات اللي في الشارع سورتو. هذيك علاش احنا توا قاعدين نحرسوا على الحكايه هذيا، قاعدين اون في دي مانيفيستاسيون نطالبوا بحمايه الحيوانات وحقوقهم زادا بيان سور. كيما في اي بلاد في اوروبا يعاقبوا مثلا بالحبس ولا يعاقبوا بخطيه، احنا ماذا بينا تصير الحكايه في تونس. ودايوغ صارت وقتها جاتك المخ قلت اوكي انا توا باش ناخذ الكوز هذيا وندافع عليها. الحكايه هذيا صارت ملي عمري 16 سنه. من يوم 16 سنة نخرج للشارع نطالب بحقوق الحيوانات، وتوليت الحكاية حكاية يعني أكثر علاش خطولي. والحمد لله يا ربي المونتاليتي تبدلت وبرش عبيدوا لي يحبوا الحيوانات وبرش عبيدوا لي وفي صفنا. منو أنت ناس كل تعرفك حتى على الفيسبوك يشوفوا الببليكاسيون متاعك على SOS أنيمو أنيمو سونتوا الجروب الكل متاع الفيسبوك متاع أنهم يمنعوا حيوانات متاع الشارع سواء كلاب ولقطات، ديما تلقاك أنت حتى ببليكاسيون أمان امشي ومنعوا الكلب ولقطوا السذية وبعتوا نحاول نتكفل به ونتصرف وتاخو كل شيء ديما فوق المسؤولية متاعك. ولكن الناس في بالها لي أنت عندك الرفيج، ناس في بالها لي أنت عندك الملجأ، لي أنت سيبون عندك مصروفك جوك به. صارت لي برشا فازات مع بيدك اللي منو برهز ونمشي أنا سوغ بلاس ونزل حيوان بعد نوح في راسي. انا راني ما عنديش ريفوج، راني مانيش اسوسياسيون، انا ممبر اكتيف، انا انسانه متطوعه في الجمعيات الخيريه مثلا تاع الحيوانات وكل شيء. كان نجم نعاون هاو كنعاون، اما راهو هبطوا سوغ لي جروب صور الحيوان مثلا في الشارع ولا البلاصه اللي انت فيها صور، وبعد هبطوا اعطي البلاصه وين قدرت ربي تلقى شكون يعني باش يجي. كما جيتش انا فما غيري، فما برشا عباد قاعده تعاون. انا متاكد الحيوانات اللي في الملجأ هذا كل واحد عنده حكايته وكل واحد عاش حاجه خايبه برشا، صحيح ولا كل كلب وقطوس في الغفوج لهنا مسكين ضحيه متاع حاجه خايبه صارت له في حياته، كل واحد عنده قصته. هذيا ضحيه متاع كومبا دي بيتبول مالوغوزمون في تونس، اللي برشا عباد يشجعوا على الحكايه هذيا وهي من اكثر الحاجات الخايبه. اول حاجه حرام، ثاني حاجه يعذبوا فيها شبكمه. باتي كلبه منعتها في مرشي في تونس العاصمه، ربحوا بها فلوس كي هي مسكينه ما عادش تنجم وما عادش تنجم تقاوم على خاطر برشا دي كومبا عملوا بها، لوحوها في الشارع لوحوها اي بدمومات يعني في راسها مسكينه بختو مريضه. راسها عملنا عمليه اون اورجانس، كان قعدت ايامات اخرى كان انا ما لقيتهاش وقعدت هكاك في المرشي ملوحه راهي مسكينه مات. على خاطر مولاي هو اللي علمه هكاك، هو اللي عارك بيه، هو اللي خليه يبركي بيه العبيد، هو اللي عطاه لي ماش في تونس. كي تتعدى انت مع كلب بيتبول في الشارع العبيد تتسيح وتعيط. الحمد لله باتي في الغفوج اللي اونتر دو بون ما اللي اون سيكوريتي. انا توا هذاك علاش قاعده في الغفوج انا طونطون حتى نقالها اون بون فامي. كيف عندنا ضحيه اخرى كيما جون، كان فما عساس يخدم في الغفوج ما تعدي على نيتو يلقى في بو مع ولده ما يفوتش 10 سنين شادين كلب مسكين يشنقوا فيه بتل في شجره. يا اخي كي تعدى العساس قالوا يا اش تعمل، قالوا سايب حرام عليك الكلب اش تعمل له، قالوا ليه خاطك كليلي دجاجه. يعني شوفوا وين وصلنا، يعني بو اللي هو يوري في ولده التعذيب، يوري في ولده القتلين، طفل صغير 10 سنين كان هو وصل قاعد يعذب في حيوان قدامه ويقتل فيه. سامحني هذاك كطفل الصغير نهار اخر يكبر يقتل انسان عادي. نعطيك الامثله شنو ينجموا يوصلوا صغار اش يعملوا، يجيبوا كلاب عربي مسكينات يبداو يحرقوا فيهم ويشدوا فيهم بالحبل باش الكلب هذاك يكون قوي عليهم ويعملوا دي فيديو يبداو يضحكوا. كان انت تعمل فيديو تبدا تضحك وترى في حاجه هكا انسان عندي انا مريض، هذوما الصغار لازمهم بسيكياتر. انا كي كنت صغيره اول حاجه علموها لي امي وبابا انه كي راهي شبكمه في الشارع سواء كلب ولا قطوس نحط طرف ماء. كيما فما واحد زيد لحكي عنده 3 سنين طفل عمره 14 سنة، طفل إبا ظهر لي هو مريض، شد قطاطس في اللفايات في المارشي وذبحهم.
يعني ذبح اكثر من 16 قطوس. كي جاوا صحابي وقتها يحكيوا مع لي بارون نتاعو هو، قالوا سامحنا راه ولدنا مريض ما نجمو نعملوا حتى شيء. سامحنا كيفاش تخرجوا ولدكم في الشارع يعيش؟ كيفاش تخرجوا مع با مع مع عبيد كبار وعبيد صغار؟ كان هذا وصل يعني قطاس ذبحهم ينجم يذبح طفل صغير. تبعنا عبيد قاعده تمشي للطروط نتاع بنزرت والطروط تاع حمامات يطيشوا قطاس ببيات من الشباك. أبار لي سمو فيهم الناس ما عندهم حتى رحمة لا شفقة على الحيوان، تحط لها مسكينة تبدأ هي جيعانة وتجيك باش تاكل لك اللقمة هذيك اللي هي تستنى فيها نهار كامل، وانت تحط لها السم فيها وتقتلها وتعذبها. بعد كيفاش تحبوا ربي يرحمكم؟ كيفاش تحبوا ربي يسامحكم انتما على اللي تعملوا فيه؟ قديش من بلدية تخرج في الليل تقتل هي شبكمة، تقتل كلبة تبدا ترضع مسكينة بصغارها، يضربوا كل الكلبة وحتى صغارها، شفت الصغار يبدوا يرضعوا زي يقتلوهم. كيف نداء للبلديات اللي في تونس كل بربي خذوا ليكزامبل نتاع تركيا. كانت عندها برشا مشاكل نتاع حيوانات اللي في الشارع، شعملوا تفهموا بلديات الكل ولاو اي حيوان كلب في الشارع حتى قطاطس يجيو يسرقوا له، يسرقوا له ضد الكلب اللي هي لاغاش، ويعملوا لهم لي بوكل اللي في وذنيهم، يعني الكلب هذيك مفاكسن ومعقم. علاش احنا في تونس عملوا شكاكه؟ وفروا لهم، شفت الكرتوش حق الكرتوش يتقطوا فيهم في الهيشه بكمه، وفروا لهم فاكسانات نداوي وحيواناتنا.